السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله يومكم بكل خير مشاهدينا متابعينا الكرام، إخواتنا في دولة تونس متابعينا الكرام، إليكم الولايات والمناطق المعنية بتساقط الأمطار المعتبرة هذه الأمسية، أمسية الخميس 22 من شهر أوت 2019. إذن كما نشاهد معكم في الصورة، القصرين ستستقبل أمطار معتبرة بحول الله تعالى إلى غاية الحدود الجزائرية بحول الله تعالى. إذن منطقة الكاف خاصة جنوبها أيضا قد تستقبل أمطار أيضا معتبرة، غرب سليانة بالإضافة إلى القيروان وسيدي بوزيد، بالإضافة متابعينا الكرام إلى شمال قفصة أيضا هي معنية بالأمطار بحول الله تعالى، ستكون غزيرة بحول الله تعالى. أيضا متابعينا الكرام الولايات كطبرقة إلى بنزرت أيضا قد تشهد أمطار معتبرة، كما نشاهد أيضا معكم في الصورة باجة أيضا قد تستقبل بعض الأمطار بحول الله تعالى، أيضا القطار وإلى غاية منطقة توزر، كل هذه المناطق ستكون معنية بالأمطار بحول الله تعالى. إذن تحية كبيرة لكل متابعينا في دولة تونس، ومرحبا بكم عبر قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.